الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء في كل مكان، نحييكم ونرحب بحضراتكم من هنا من ميدان التحدي لسباق الهجنة العربية الأصيلة. نتواصل مع انطلاقة الشوط الرابع خاص للقعدان المفاريد، والمسافة 1500 متر هنالك، أشواط السرعة والتحدي هنالك، شعارات كبيرة مميزة تحمل لنا قوة التحدي والمنافسة هنالك. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في كل مكان، في مقدمة الشوط هنالك عناد بالفعل، من يعاند التحدي هنالك أخجين بن علي المري، من يكون هنالك معاندا للتحدي ومعاندا للناموس. وثاني المراكز وصل الريان بالفعل، وهادي هادي بن غدير بن زايد الشهواني من يقدم لنا هنالك الريان. وثالث المراكز وصل هنالك مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء شاهين، وهنالك احمد بن سلمان المنصوري، ورابع المراكز دخول مباشره هنالك شاهين وسلطان بن مسعود ابو شريده من يقدم لنا هنالك الاسم الكبير، ولكن دخول مباشره للمركز الخامس هنالك متعب وهادي بن سالم باللفجح المري، ولكن لنا عوده الى المقدمه والى التحدي. هنالك المتحديين، من هو المتحديين؟ الله شاهين وسلطان، وسلطان بن مسعود ابو شريده، هنالك ابو شريده، ولكن الله وصل شاهين واحمد بن سلمان المنصوري. الامتار الاخيره والامتار الحاسمه، من هو حسمها؟ شاهين وسلطان بن مسعود ابو شريده، سلام يا ابو شريده سلام. المركز الثاني كان من نصيب شاهين واحمد بن سلمان المنصوري، والمركز الثالث كان من نصيب الريان وهادي بن غدير بن زايد الشهواني. التوقيت الزمني ساعة وصول هنالك، وصل شاهين أيضا، وصل شاهين لسيد سلطان بن مسعود أبو شريدة. التوقيت الزمني ساعة وصول 2:13:25. تهانينا لمالك شاهين سلطان بن مسعود ابو شهيد على هذا الاداء الجميل. تهانينا لجميع الفائزين بالمراكز المتقدمه.